ملوش حل. صباح الخير مشاهدي ان تي ان مشاهدي ناين لايف، اهلا بيكم حلقه جديده من نهارك سعيد لمده ساعتين على الهواء. هنكون معاكم انا وشريف ودينا. صباح الفل يا جماعه. صباح الفل. صباح الفل يا عايده. صباح الفل يا شريف. صباح الخير. بس انا عايده بص انا مش بحسدك والله، والله ما بحسدك. بس فعلا الطول برضو يعني الطول بيفرق. الطول هيبه برضو. الطول هيبه. قاعده في الكرسي وبراحتي وكده. اصل الكراسي دي جديده معلش، اصل انا لازم انا هضطر اشارككم دلوقتي. الكراسي دي جديده خلاص. في مشكله في كراسينا دايما، يا اما بتبقى قصيره جدا يا اما بتبقى عريضه جدا. بس في الحالتين عايده انا شايفها قاعده ريلاكس وظهرها مفروق ورجليها قدام انا بقى بقعد في الكرسي ده حاسه بحقد كده من جوه. عامه النهارده عيد ميلاد شريف بقى بالمناسبه. دي فاحنا ممكن نعديله اي هفوات. كل سنه وانت طيب. مش هقول كل سنه وانت طيب. ميرسي يا دينا. صباح الخير يا دينا. صباح الخير. صباح الخير. خلينا نقول ان احنا عندنا فقرات كثيره جدا النهارده في نهارك سعيد، وعلى الفقره ان هكون موجوده فيها معاكم. معانا استاذ شريف رفعت وهو عمده المصريين بمونتريال. هنعرف وضع المصريين بالخارج، وضع المصريين قبل وبعد الثوره. فهيكون معانا زي ما قلت استاذ شريف رفعت عمده المصريين بمونتريال بكندا. ناس واحداث هي الفقره اللي بنحاول نتكلم فيها عن اهم الاحداث اللي بتجرى كل يوم، وطبعا في الاستعداد لانتخابات الرئاسه ومجلس الشورى طبعا اللي شغاله حاليا وغيرها من الاحداث المهمه جدا. هيكون معانا النهارده الاستاذ اكرم السعداني الصحفي المشهور عشان خاطر يكلمنا اكتر في هذا الموضوع. انتوا رحتوا وانتخبتوا في الشورى؟ سؤال كده اعترفوا. عندنا بقى الفقره الاخيره. ايوه انا عامل فيها مش من هنا دلوقتي. لا الصراحه انت عارفه الايربيس لما لغوها فسمعت ايه. تمام تمام. هيكون عندنا اخر فقره اللي هي بتبقى بنتكلم فيها عن اهم الاحداث اللي حصلت على مدار خلال الاسبوع اللي فات. احداث كثيره بقى ما بين المجتمع المدني وبين اكتشفنا ان احزاب تنتمي للاسلام السياسي كمان مموله من الخارج او بتاخد تمويل من الخارج. الملف ده كله هنتكلم فيه. هنتكلم عن طبعا تقرير لجنه تقصي الحقائق بخصوص مجزرة بورسعيد، تفاصيل مجلس الشورى طبعا. هنتكلم في حاجات كتيره. هنتكلم عن احداث العمريه واحداث هنا طبعا. هنتكلم عن احداث العمريه طبعا، وهنتكلم عن احداث يعني كان في احداث كتيره طبعا من كترها مش بالضروره هنقعد في كل واحده فتره طويله. بس هنحاول نعدي ونعرف راي ضيوفنا ايه. ونرجع تاني ونقول يا جماعه اللي يعرف فين سياده القانون يقول لنا ان احنا بندور عليه. من ضمن الاخبار ده فعلا مهم جدا، لان انا بحس ان الحاجات اللي بتحل الحاجات المجالس العرفيه، يعني اهالي البلد اللي بيقعدوا مع بعض. حتى المجلس العرفي تحديدا بتاع العمريه ده بعتقد عليه مشاكل كتيره لو اتعمل في الاسم، وكان في مشاكل. أيوة بس بعتقد هنحتاج لو قانون تنفذ يعني القانون موجود بس تطبيقه ما حدش هيعرف يعمل اي حاجه ثانيه. دي اهم حاجه. من ضمن الاخبار اللي معانا فقره الصحافه اللي هيكون فيها معانا الاستاذ محمد طلعت الهواري، الناخبون انصرفوا عن صناديق الشورى، وده كان من الاخبار. واعتقد ده ممكن يكون رد مناسب على سؤال عايده. هنعرف اكتر الاخبار الباقيه من خلال فقره الصحافه. نهاركم سعيد.